ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يخصص له ثياباً معينة غير ثيابه التي يزاول بها المهنة والعمل. ولذلك قال عبد الله بن سلام كما عند أبي داود يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين سوى ثوبي مهنته ليوم الجمعة.